السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة ابن العرب. حبيت نحيي الجيش السهلاوي أو فانس سهيلة بلشهب اللي قدر يدخل الأغنية للترند الجزائري. هي الآن في المرتبة الأولى في المحتوى الرائج في الجزائر، وأيضا وردتني أخبار أنها تصدرت الترندات المغاربية، يعني المغرب وتونس، ولكن أنه نعرف المرتبة الله أعلم، والله ما على بالي المرتبة لأنه حاليا ما عنديش هاتف. راح نسجل هذا الفيديو يعني فقط حبا 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 في جيش سهيلة بلشهب باش نشكرهم ونقولهم ميرسي بوكو. انا تفرجت من البارح حتى اليوم الصباح، قلت لكم عندي سفرة ان شاء الله يا رب، على بها راح نتوقف ننشر فيديوهات بكثرة هذه الفترة، ولكن راح نحاول اني ننشر لكم على الاشياء المهمة. المهم نقول لكم الف مبروك على التيرند الجزائري، فرحت بزاف، فرحت انه سهيلة بلشهب ازاحت موك صايب، ازاحت شاب بيلو، وردة شارلومانتي، ازاحت الجميع، يعني رقم واحد هي كيسموه نجمة الجزائر الاولى، الرقم الصعب، الفنانة الاستثنائية، فنانة الجيل. نشكركم بزاف 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 وميرسي بوكو. تستاهل سهيلة بلشهب اللي نحييها من البحر الفيديو، ونقول لكم ميرسي بوكو على التيرند. ميرسي بوكو ميرسي بوكو. اصبح انا خليتها شحال، خليتها ربع مليون. يعني انا مراقب التعليقات، غير ما نقدرش اني ننشر فيديوهات، اما التعليقات راني نراقب التعليقات عندي. نتمنى ساعه ساعه تكتبوا لي هكا شحال كيسموه، شحال نسبة المشاهدة، وانا ايضا ساعة ساعة ندخل نتفرج على الكليب، لانه والله ما شاء الله احساس رائع جدا، اغنية جميلة جدا. نقول لكم شكرا لكم، ميرسي بوكو بزاف بزاف على التيرند. ان شاء الله تخبروني شحال المرتبة في التيرند العربي والمغاربي، يعني اي تيرند دخلت وقولوا لي المرتبة تاعو، وقولوا لي كل ما تزيد نسبة المشاهدة قولوا لي، وان شاء الله نتمنى منكم انكم تحققوا مليون مشاهدة قبل 24 ساعة. في آخر الفيديو نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.